مشاهدينا الأعزاء عبر فضائيات نور سات وتلفزيون تيليلومير، نرحب بكم في نشرتنا الأسبوعية. وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأبرز العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني يدين حادثة المنيا. 50 عاماً على تأسيس الكاريتاس في الأردن. الكنيسة الكاثوليكية تحتفل باختتام الشهر المريمي. أهلاً بكم. أدان جلالة الملك عبد الله الثاني الهجوم الإرهابي البشع الذي استهدف حافلة للأقباط في محافظة المنيا جنوب القاهرة وأودى بحياة العديد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين. وأعرب جلالته في برقية بعث بها إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إدانته الشديدة لهذا العمل الجبان ولكل الأعمال التي تقوم بها العصابات الظلامية البعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية والأديان السماوية. على الصعيد ذاته وحداداً على شهداء العمل الإجرامي، أعلن الديوان الملكي الهاشمي عن تنكيس علم السارية على المدخل الرئيسي للديوان خلال يوم الإعلان عن الحادث. كما أصدر مجلس رؤساء الكنائس في الأردن بياناً دان فيه الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف حافلة للأقباط، حيث أكد البطريرك كيريوس ثيوفيلوس الثالث رئيس مجلس كنائس الأردني عبر البيان أن مثل هذه الأعمال المستهجنة لن تغيب عن الحساب العادل لله الذي أرسل الأنبياء بشرى بالسلام وبالمحبة، متمنيا من الله أن يتقبل الشهداء مع الأبرار والقديسين وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. احتفلت جمعية الكاريتاس في الأردن باليوبيل الذهبي على تأسيسها، وذلك بقداس إلهي ترأسه المدبر الرسولي لبطريركية اللاتين في القدس بيير باتيسيا بيتسبالا بحضور شخصيات رسمية وكنسية. المزيد في التقرير التالي. المهجرون واللاجئون من كل البلدان التي تعاني من الحروب والاضطهادات، والذين يغادرون بلادهم قسراً حاملين ذكرياتهم وأحلامهم، لا يعرفون أين سترسي بهم سفينة النجاة، ويأتون إلى الأردن الذي يستقبلهم بكل محبة ويقدم لهم ما يحتاجونه. هنا يكمن دور جمعية الكاريتاس العالمية التي تمد يد العون والمساعدة لكل مهجر نازح من كوارث بلاده. الكاريتاس وباللاتينية تعني المحبة، تجسد خدمتها التي بدأت قبل 50 عاماً في ربوع المملكة الأردنية الهاشمية، والتي احتضنت بين ذراعيها كل معوز ومحتاج. جمعية كاريتاس الأردن احتفلت ب50 عاماً على مسيرة العطاء والمحبة والتضامن، فمنذ عام 1967 وهي تمد جسور اللقاء وتضمد الجراح وتنعش القلوب بمحبة لا تنتهي. وتزامناً مع انعقاد المؤتمر الإقليمي لمؤسسة الكاريتاس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أقيم في باحة كنيسة الراعي الصالح التابعة لمركز سيدة السلام في عمان قداس إلهي مهيب ترأسه المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس رئيس الأساقفة بيير باتيستا بيتسبالا، عونه فيه السفير البابوي لدى الأردن والعراق المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن والمطران ويليام الشومالي مطران اللاتيني في الأردن، وجمع من الآباء الكهنة من الكنيسة الكاثوليكية، وبمشاركة ممثلي الكنائس الرسولية والأخوات الراهبات من مختلف المؤسسات الرهبانية، وبحضور المشاركين في مؤتمر الجمعية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشخصيات رسمية ودبلوماسية وعدد كبير من المؤمنين. المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام. وقدم المطران الشومالي خلال عظته شكره للخدمة اللامتناهية لجمعية الكاريتاس ولكل ما يقدمونه من خدمات وتضحيات في حقل المسيح، داعيا الجميع أن يكونوا رسل محبة وسلام تجاه كنيستهم وأوطانهم. كل فقير ومحتاج له كرامة ويجب مساعدته بغض النظر عن دينه ولونه وعرقه. نساعده ليس شفقة عليه، ولكن لأنه صورة عن السيد المسيح. فمن أطعم جائعاً أو زار سجيناً أو عالج مريضاً أو أوجد عملاً لشخص لا يعمل، إنما يفعل ذلك لشخص المسيح وسيكافأ عليه. والجميل في الأمر أن المعطي والمحسن سينال 100 ضعف عن كل عمل حسن يقوم به
لأن الله ليس أقل سخاء من الإنسان. ألم يقل يسوع واعدا: أعطوا تعطوا، ستعطون في أحضانكم كيلا كريما مركوما مهزهزا طافحا. وألقى مدير كاريتاس الأردن السيد وائل سليمان كلمة أعرب فيها عن شكره للأردن قيادة وحكومة وشعبا ولكل من خدم في كاريتاس منذ تأسيسها، طالبا من الرب القدير أن يبارك كل من كان له دور بوضع حجر فسيفساء في هذا الصرح الكاثوليكي المعطاء. باسم كل موظف ومتطوع بكاريتاس سنعد الكارينسا بهذه الكلمات إلى جميع من نحبهم في شرقنا الحبيب: نحن صخرة وخميرة، نحن صخرة تؤصل للمسيحية، صخرة تقوى على الصعوبات والتحديات، صخرة تشد الجميع إلى رجاء واعد، وخميرة بيد مبدودة لبناء الكنيسة، وخميرة في كنيسة واحدة، خميرة لرسالة في أرضنا، لتكن المحبة أقوى من كل شيء، ولنكن ملح أرضنا ونبعا فياضا يروي جذورنا في هذه الأرض، لنكن حبة خردل في كل مكان نتواجد فيه، وليشعر كل من يقابلنا أن يسوع حاضر وحي بيننا. فطوبى لكل من علم وتعلم الحب. كما ألقى السفير البابوي المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن الرسالة التي وجهها قداسة البابا فرانسيس، حيث قدم تهانيه الحارة لكل المحتفلين بهذه المناسبة، مفتخرا بكل ما يقدمه العاملين في الكاريتاس من أعمال رحمة وأعمال خير خلال السنوات الماضية. ولفت الشماس جبران سلامة رئيس مجلس إدارة جمعية الكاريتاس في كلمته إلى أن الكاريتاس تمكنت بفضل هذا التعاون من مد يد العون لكل محتاج ولكل من جارت عليه الظروف، شاكرا الجميع على كل ما قدموه من دعم للكاريتاس. ليبارك الرب الكاريتاس ويهب القائمين عليها العزيمة والوسائل من أجل تحقيق أهدافها الروحية والإنسانية النبيلة، والاستمرار في التخفيف من معاناة كل من يلجأ إليها وكل من يرى فيها ومن خلالها بصيصا من الأمل في نهاية النفق. شكرا لكم جميعا، وبارككم المسيح القائم من القبر بشفاعة أمه البتول التي في شهرها المبارك وفي كل أيام وأشهر حياتنا. آمين. وفي ختام القداس الإلهي الذي أحيته جوقة ينبوع المحبة بأصواتها الشجية وتنظيم مجموعات كشفية متعددة، رفعت فيه الطلبات والتقادم أمام مذبح الرب، شاكرين الله على الخدمة الإنسانية العظيمة التي قدمتها الكاريتاس في الأردن. ومن ثم توجه الجميع إلى ساحة حديقة الرحمة للاحتفال بهذه المناسبة في أجواء مليئة بالمحبة والفرح والفخر وتبادل التهاني والتبريكات. الكاريتاس تساعد الجميع، هذه مؤسسة وطنية على الجميع أن يفتخر بها وبإنجازاتها في الأردن. وكما نقول دائما، طالما المجتمع بخير نحن كأفراد في المجتمع سنكون بخير. شكرا للكاريتاس ومبروك يوبيلها الخمسين. ونحن كمسيحيين في الشرق الأوسط نعتز بهذه الجمعية، جمعية الكاريتاس، وبعطائها وبدورها الإنساني. حقيقة تمثل كل مسيحي وتمثل الديانة المسيحية بمحبتها وتأخيها، ونحن لا يسعنا إلا تقديم كل المحبة وكل الدعم إلى هذه الجمعية الطيبة والقائمين عليها. تحتفل الكنائس الرسولية بعيد الصعود الإلهي، حيث يأتي هذا العيد بعد 40 يوما من قيامة سيدنا يسوع المسيح وظهوره العلني للتلاميذ. فقد احتفلت كنيسة القديسين قسطنطين وهيلان الملكة للروم الأرثوذكس في مرج الحمام بقداس إلهي وسهرانية وداع عيد الفصح المجيد،
ترأسه الأب إلكسس قاقيش راعي الكنيسة بحضور جوقة الكنيسة وجموع المؤمنين. وتحدث الأب قاقيش في عظته عن أفراح القيامة التي مررنا بها وعن استقبالنا لعيد الصعود الإلهي، متضرعاً للرب الإله أن يحفظ هذا البلد بقيادته وجيشه وشعبه، كما وجه شكره لمكتب فضائية نورسات الأردن على التزامه برسالته الإعلامية واهتمامه بتغطية الاحتفالات والمناسبات الكنسية. بهذه المناسبة منهنئ الجميع ومنقول لهم كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة عيد صعود ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. وأيضاً منهنئ أيضاً قناة نورسات المتواجدة معانا دائماً في هذه الاحتفالات الدينية، ونطلب من الصاعد من بين الصاعد إلى السماء أن يهب السلام والاطمئنانية في جميع أرجاء المسكونة وأيضاً في أردننا الغالي. كل عام وأنتم بألف خير. المسيح قام، حقا قام. مع اقتراب نهاية العام الدراسي أقيمت في العديد من مدارس المملكة احتفالات بتخريج الطلبة من مختلف المستويات استعدادا لانتقالهم إلى مراحل دراسية أعلى. التقرير التالي يعرض لنا بعض احتفالات التخرج. مع نهاية كل عام دراسي تقيم المدارس احتفالاتها لتخريج أفواج من طلبتها على اختلاف مراحلهم العمرية، فبعد عام مضى يستحق منا أبناؤنا تكريما يليق بجهودهم التي قدموها خلال العام الدراسي، حيث احتفلت روضة كلية تير سانتا بتخريج فوج من طلبتها برعاية المونسنيور روبرتو كونا القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان بحضور الأب رشيد مستريح مدير الكلية وعدد من الآباء الكهنة وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية في الكلية وجموع أهالي الطلبة الخريجين. وفي بداية الحفل ألقت مديرة الروضة السيدة رانيا سابيلا كلمة أشارت فيها إلى أن هدف كلية تير سانتا هو بناء جيل يرقى بقيمة طلبته، لأن تبقى تير سانتا صرحا تعليميا يفتخر بها أبناؤها. لقد سعينا خلال هذا العام لرسم صورا لا تنسى في ذاكرة هؤلاء الأطفال وعمدنا وكما هو نهج مدرستنا إلى بناء شخصياتهم وإبراز مواهبهم وقدراتهم. وقدم الأطفال خلال الاحتفال مجموعة من الفقرات الفنية والرقصات الفلكلورية ومسرحية وطنية حملت عنوان الانتماء للوطن تزامنا مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال 71. وهنأ الأب مستريح الطلبة الخريجين متمنياً لهم أعواماً دراسية مكللة بالنجاح والتميز، شاكراً جميع المنظمين للحفل والهيئة التدريسية على ما قدموه للطلبة من جهد خلال عامهم الدراسي. هني أطفال الحياة، هني أطفال المحبة والتسامح والمغفرة والانتماء والازدهار والجمال والخير، لأن هني بدهم يكونوا للبلد للوطن وللمجتمع وللعالم والإنسانية، وهيك لازم نربي أطفالنا في تير سانتا لحتى يكونوا بنات للأردن وللعالم كله ويكونوا مفخرة إلنا كلياتنا كأسرة واحدة. وفي ختام الحفل سلم المونسنيور كونا والأب مستريح الشهادات على الطلبة الخريجين وتبادل الجميع الصور التذكارية. وفي مدرسة راهبات الوردية في المصدار أقيم حفل تخريج لأطفال قسم الروضة برعاية وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر وبحضور الأخت كارولين بدر مديرة المدرسة وعدد من الآباء الكهنة وجموع من الأخوات الراهبات وأهالي الأطفال الخريجين وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية.
وقدمت الأخت بدر خلال الاحتفال كلمة شكرت فيها راعي الحفل وجميع الحضور الذين شاركوا الأطفال وذويهم فرحتهم بهذا التخريج ليبدأوا مرحلة جديدة من السنوات الدراسية المتقدمة. صوت عزز فينا حب الوطن، ولا يليق التعبير عن هذا الحب إلا من خلال تلك الحنجرة التي تشدو للسلم والحب والحياة الملونة بالأمان والسكينة. وقدم الأطفال خلال الاحتفال مجموعة من الرقصات والمقطوعات الموسيقية والفقرات الفنية المتنوعة. وفي ختام الاحتفال سلم الدكتور حازم الناصر الشهادات للأطفال الخريجين متبادلاً معهم الصور التذكارية، كما قدمت بدورها الأخت بدر درعاً تذكارياً يحمل شعار الوردية لراعي الحفل كعربون محبة وتقدير. وفي محافظة الكرك وتزامناً مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال، أقامت مدارس البطريركية اللاتينية في المحافظة احتفالات تخريج لكوكبة من طلبتها في عدد من مدارس المحافظة. ففي مدرسة اللاتين ببلدة السماكية رعى النائب هيثم زيادين حفل تخريج الفوج الخامس بعد المئة لطلاب المدرسة بحضور مدير المدرسة السيد زعل حجازين والأب فيتو فاكا وجموع أهالي الطلبة الخريجين. ورحب الأب فيتو فاكا بالحضور الكريم مقدماً شكره للهيئتين التدريسية والإدارية لما تقدمه من أجل هذا الصرح العلمي العريق. وألقى راعي الحفل النائب زيادين كلمة شكر فيها إدارة المدرسة على دعوته للمشاركة بهذا التخريج، لافتاً إلى عراقة هذا الصرح العلمي الذي تربى فيه وتعلم. واشتمل الحفل على تقديم مجموعة من الفقرات الغنائية والوطنية قدمها عدد من طلاب المدرسة. وفي الختام سلم راعي الاحتفال الشهادات على الطلبة الخريجين وتبادل معهم الصور التذكارية. ولا يزال الخريجين من هذه المدرسة يواصلون أعمالهم ويواصلون تطورهم ويواصلون نجاحاتهم، وكلنا نسعى إلى أن تكون هذه المدرسة مدرسة متطورة كبيرة. أولا بتوجه بجزيل الشكر إلى هذه الطلة الإعلامية، إلى قناة نورسات الأردن، الذين حاضرون أنتم دائما في كل الفعاليات وكل المناسبات في الجنوب. وفي بهذه المناسبة أتمنى لطلابنا يعني كسب المزيد من المعرفة. كما احتفلت مدرسة الفردوس في بلدة أدر بتخريج الفوج 32 من طلبتها برعاية مدير عام مدارس البطريركية اللاتينية في الأردن الأب الدكتور أشرف النمري بحضور الأب بسام الدير والأب بولس بقاعين ومديرة المدرسة السيدة إلهام حدادين وجموع من أهالي الطلبة الخريجين. وقدمت السيدة حدادين كلمة ترحيبية براعي الاحتفال والآباء الكهنة والأخوات الرهيبات، مهنئة الطلبة وذويهم على إنجازهم وإتمامهم للعام الدراسي مكللاً بالنجاح والتميز. واشتمل حفل التخريج الذي أقيم على مدرج مركز الحسن الثقافي على فقرات فنية ووطنية ورقصات فلكلورية ودبكات وتقديم مجموعة من الأشعار من أداء طلبة المدرسة. وسلم الأب النمري في ختام الحفل الشهادات على الطلبة الخريجين، كما تبادل معهم الصور التذكارية. نتمنى لطلابنا الخريجين الرائعين حياة مليئة بالعطاء والمحبة والتفاؤل والأمل والنجاح. بقول للجميع الله يعطيهم العافية، بقول للخريجين والأهالي مبروك، وإن شاء الله منشوفهم بالمستقبل رجالات البلد، رجالات الوطن، رجالات الأردن العزيز علينا جميعا. وفي ذات السياق احتفلت المدرسة البطريركية اللاتينية في محافظة الكرك بتخريج عدد من طلبتها برعاية الأب فرح حجازين وحضور النائب صداح حباشنة وجموع أهالي الطلبة الخريجين. وهنأ الأب حجازين في كلمته الطلبة وذويهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق. وقدمت خلال الاحتفال مجموعة من الفقرات الفنية والفلكلورية أداها طلبة المدرسة، واختتم الحفل بتوزيع الشهادات على الطلبة الخريجين من قبل الأب حجازين والنائب حباشنة. نورسات الأردن تهنئ جميع الطلبة الخريجين متمنية لهم أعواماً دراسية مليئة بالتفوق والتقدم العلمي ليكونوا قادرين على تحمل مسؤولياتهم وخدمة وطنهم بإخلاص وتفاني. احتفلت الكنيسة الكاثوليكية في الأردن باختتام الشهر المريمي
حيث أقيمت في العديد من الكنائس احتفاليات بهذه المناسبة التي تصادف في شهر أيار من كل عام. ففي كلية راهبات الوردية الشميساني أقيمت سهرانية وداع الشهر المريمي المقدس، ترأسها الأب وسام منصور الذي أشار في عظته إلى أهمية الصلاة التي توطد العلاقة بين الإنسان وخالقه. كل سنة بشهر أيار تكريمنا ومحبتنا لأمنا مريم العذراء بتأخذ طابعها الخاص، طابعها المميز اللي من خلاله منعمق اتحادنا معها حتى ترفعنا لربنا، وحتى نقدر نأخذ من حياتها قدوة ومثال لنفوسنا ولحياتنا. لهذا السبب هاي الاحتفالات كلها في نهاية شهر أيار هي حتى تتوج هاي المسيرة اللي ابتديناها من أول الشهر، ومن خلال صلواتنا من خلال التراتيل نقدر نهيئ نفوسنا وقلوبنا حتى تتحد مع أمنا مريم العذراء وتقدر أنه ترتقي للسماوات للمجد اللي أراده ربنا بفدائه لنفوسنا ولحياتنا. وابتدأ المحتفلون الصلاة بمسيرة شموع وتراتيل مريمية بحضور عدد كبير من راهبات الوردية المقدسة وجموع المؤمنين حاملين تمثال السيدة العذراء. وقدمت جوقة الكلية باقة عذبة من التراتيل المريمية التي أطفت على الحضور جواً من الإيمان والخشوع وسط تلاوة للمسبحة الوردية. كما عرضت خلال الاحتفال مقاطع من فيلم ظهورات عذراء فاطمة التي تؤكد فيها على ضرورة صلاة السبحة الوردية. وقالت الأخت لوريت زوايدة مديرة قسم الأساسية العليا في الكلية إن أمنا العذراء مريم لا تخيب رجاء من يلتجئ إليها، ونحن اليوم نرفع الصلاة من أجل الشهداء الذين سقطوا في الاعتداء الآثم الذي وقع على الأقباط في مصر. نشكر العذراء على هذا الاحتفال اللي أعطتنا النعمة أنه نقدر نقضي ساعة ونص وإحنا منصلي. صلينا كمان اليوم ذكرنا شهداء اللي صاروا الشهداء الأقباط في المنيا حتى يكونوا شهداء بالفعل مع مريم العذراء ومع سيدنا يسوع المسيح. كمان بطلب اليوم لكل العائلات أنه دايما يلتجوا أمنا العذراء، لأنه إذا الأم الطبيعية ما بتخيب رجاء أي إنسان بيلتجي لإلها، فكم بالحري أمنا العذراء مستحيل تخيب أي رجاء لأي إنسان بيلتجي لإلها. وكل عام والجميع بألف خير. يوم سيدنا يسوع المسيح تضرع لأجلنا، يوم النعمة الإلهية تضرع لأجلنا. في ختام الاحتفالية شكرت الأخت مشلين معلوف مديرة الكلية كافة المشاركين في هذه المناسبة، داعية الجميع إلى التمسك بصلاة السبحة الوردية. بشكر الجميع كبار وصغار، خصوصا الأطفال اللي شاركونا. العذراء ترافقكم، محبتكم وين ما أنتوا وين ما أجيتوا، تكون بيناتكم، تكون مع أطفالكم، تكون مع شبابكم، تكون مع شيوخكم. ما نترك مريم هلا بس في الساحة هاي، بل نأخذ كل واحدة منا على بيتها مثل ما يوحنا المعمدان أخذ سيدتنا مريم العذراء إلى بيته. كل سنة وانتم سالمين، إن شاء الله كل سنة بنلتقي بهالوجوه الحلوة والصحة الحلوة. شكرا للجميع. تعنى جمعية الحسين الرعائية برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي التحديات الحركية ليكونوا قادرين على الاندماج في المجتمع، حيث تحتفل الجمعية في كل عام بتخريج أفواج جديدة من أبنائها. التفاصيل في التقرير التالي.
تعمل جمعية الحسين لرعاية وتأهيل ذوي التحديات الحركية على توفير حياة كريمة للأفراد ذوي التحديات الحركية للتمتع بأكبر قدر من الاستقلالية والحرية والاعتماد على الذات من خلال تقديم أفضل البرامج التأهيلية والرعائية لذوي الإعاقة في كافة مناطق المملكة دون تمييز لدين أو عرق أو جنس أو هوية. هذا العام وبرعاية سمو الأمير رعد بن زيد وسمو الأميرة ماجدة رعد احتفلت الجمعية بتخريج الفوج 37 من أبنائها بحضور المديرة التنفيذية للجمعية آني أبو حنة وأهالي الطلبة والداعمين للجمعية، حيث حمل الحفل عنوان المواطنة الصالحة. وقدم سموه شكره لكافة الجهات الداعمة لمسيرة الجمعية ومباركته للأطفال الخريجين وأهاليهم، معرباً عن تمنياته لهم بالتميز والإنجاز في حياتهم ودراستهم، لا سيما وأن معظمهم سيتم دمجهم بالمدارس العام القادم. من جانبها أشارت السيدة أبو حنة إلى أن الجمعية تقدم خدمات تأهيلية شاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تنفيذ مشاريع تنموية تعمل من خلالها على تكييف البيئة المناسبة لأصحاب الإعاقات تمهيداً لدمجهم بالمجتمع. نجاح الوطن تعتمد أن يكون كل شخص بالمجتمع يأخذ حقه وليس شفقة. اليوم جمعية الحسين تحتفل بتخريج 33، لما نقول يعني بتخريج هال 33، لما نقول تخريج عبارة عن إدماج أطفالنا في مكانهم، في مكانهم يأخذوا حقهم في المجتمع المحلي. نحن حاسين جمعية الحسين إنه مهما قدمنا كتير أقل مما البلد بحاجة لإلها، عشان هيك عم نتحول لمركز تدريبي معتمد على مستوى الإقليم باسم الأردن، نرفع مستوى الخدمات، نكون جزء بسيط حتى نزيد عدد المنتفعين بحيث يأخذوا جودة ولتحقيق دمج شامل. وتخلل الحفل تقديم فقرات فنية أداها الأطفال الخريجون، تضمنت فقرات مسرحية وغنائية وموسيقية متنوعة. وسلمت سموها الأطفال الخريجين الشهادات والهدايا بحضور الأهالي وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وممثلي عدد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والداعمين للجمعية. يشار إلى أن الجمعية تعمل على إعداد الأطفال المعاقين للاندماج بمجتمعهم اندماجاً سليماً يخلو قدر الإمكان من الصعوبات والمعيقات من خلال إنشاء شراكة مع مؤسسات القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني ونشر الوعي حول حقوق الأشخاص المعاقين وقدراتهم وإمكاناتهم لدى كافة شرائح المجتمع وتوفير التدريب الشامل للأخصائيين وطلاب الجامعة في مختلف مجالات التأهيل. هيل
إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك عبد الله الثاني يدين حادثة المنيا. 50 عاماً على تأسيس الكاريتاس في الأردن. الكنيسة الكاثوليكية تحتفل باختتام الشهر المريمي. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.noursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.